السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر فيديو لينا في 3 phase AC voltage controller. نبدأ نتكلم على المود الثالث والأخير، واللي ده فعليا ببدأ بيه وأنا شغال في soft starting. طب ليه الكلام ده؟ احنا قلناه في أول فيديو ليه، لأن أنا في المود ده ببدأ بألفة كبيرة جدا، بتبدأ من 135 بعد كده 120 بعد كده 90، وكل ما الألفة كبرت كل ما الأوت فولتج بتاع الـ AC فولتج كنترولر كان صغير، وبالتالي كل ما الالفا تقل هيبدا الفولتج يزيد لحد ما اوصل للريتد فولتج. يبقى العلاقه ما بين الالفا وما بين الفولتج عكسيه، كل ما تصغر الالفا كل ما الفولت يزيد، وكل ما تكبر الالفا كل ما الفولت يقل. وباختصار احنا قلنا بيتكون من 3 انتي بارلل ثيريستور، من 3 فيز سبلاي اي سي سبلاي شيفتد 120 درجه، من 3 فيز ريزيستيف لود، وبعد كده بقى عندي 6 بولس جنريتور. وقلنا مش معنى البولس جنريتور عشان هي دي الحاجه اللي هتديني بولسايه على الجيت بتاع الثيرستور عشان يبدا يشتغل. ببدا احط اول الفا على اول ثيرستور، وببدا ازود 60 اروح للتاني، ازود 60 كمان اروح للتالت، لحد ما اوصل للثيرستور رقم 6. في ريجون او في مشكله كبيره جدا بتحصل في المود التالت، واحنا بصدد ان احنا نتكلم عنها. زي ما انت شايف باعتمادنا على البي دي اف اللي احنا بنراجع بيها الفيجرز او الاوتبوت فولتج اللي بيطلع لنا، هتلاقي ان هو في المود التالت انا ببدا بنهايه المود التاني اللي هو 90 درجه، وكل ما ازود الالفا كل ما هيحصل ايه؟ هيبدا يحصل فتره ديد او فتره اوف للثيرستورز كلها تاني لحد زاويه 90. انا عندي الثيرستور بتاعت الفيزا A B والفيزا A C شغالين عادي جدا، ده بيخلص ده بيستلم وهكذا. لكن اول ما ببدأ اعلي الالفا عن 90 اللي بيحصل ان انا عند نقطة معينة بيبقى السيرستورز كلهم اوف، وده بيخليك لازم تبقى واخد في اعتبارك ان انت لازم تستنى الوقت اللي هيبدأ يبقى فيه سيجنال للفيزا الجديدة اللي هو في A C تبدا تشغل الثيرستور تاني. طب انا هشغلهم ازاي؟ اديهم بلسات. احنا لو تفتكروا في الفيديو الاولاني قلنا احنا ممكن نعمل حركه بسيطه جدا نخلع من الموضوع ده. اصل انا مش هعمل ان انا ادي بلسات واستنى تايم ارجع ادي بلسات تاني للثيرستور، موضوع رخم ومعقد وهيزولك في الكنترول. لكن السهل بالنسبه لي ان انا ادي بلصايه من اول الفيزا اي بي ويفضل مستمره البلصايه لحد ما الفي اي سي تشتغل. حتى لو الثيرستور الكرنت نزل بزيرو، هم اتفصلوا والتيارات وصلت لصفر فصلوا، بس اول ما الفي اي سي جت تشتغل لقت ان البلصايه لسه موجوده فتكمل اوبريشن. الموضوع ده مهم جدا 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 في الحديث عن المود الثالث. يبقى المود الثالث هو اهم مود في الثري فيز اي سي فولتج كنترولر، لان بيبقى فيه بيريود الثيرستورز كلها بتطفي. ومعنى ان الثيرستورز كلها بتطفي ده مش غصب عنك ولا بمزاجك، التيار وصل لصفر، مفيش سكة أو في مسار للتيار إن هو يمر في الثيرستورز فهتفصل. بس بعد ما الثيرستورز دي تفصل بيبقى فيه كونديشن يبدأ الثيرستور مستنية إن هي تشتغل تاني، لأن في الـ VAC على اتنين اللي هو اللاين فولتج بتاع الـ VAC. طب أنت هتعمل إيه ساعتها؟ المفروض تبقى مستني، أنت عارف إن أنت بعد أول بصاية مثلا بـ 60 درجة انا محتاج ادي بلصات تاني لان في كونديشن لتشغيل. موضوع رخم جدا، فانا بتغلب عليه ان انا ادي بلصايه عرضها كبير جدا عشان اضمن ان حتى لو السيرستور حصل اوف في النص لسه البلصايه مكمله بتقول للسيرستور والله لو في كونديشن تشغيل تاني اشتغلوا، لو في مسار للتيار تاني هيمر مرر. والكلام ده احنا عملناه في البلص، في البلص جنريتور كبرنا الويتس بتاع البلس جنريتور، وده اللي هوريهولك. طيب يبقى انا هروح للموديل بتاعي اللي انا انتهيت بيه. طبعا بشرحك الاول نظري عشان نبدا نشوف الكلام ده دلوقتي في السيموليشن. كنا حاطين البلس جنريتور، طبعا هو بيقول لك اوعى هنا في ايرور، لازم تدخل قيمه الكيم كوماند ويندو، وهقول لك لو ما دخلتهاش هيطلع لك ايرور دلوقتي على طول. انا حاطط البلس ويتس 60%، اوريك دلوقتي اللي انا كنت حاطط اقل من 60% ايه اللي هيحصل. خلاص لو انا جيت عملت ران دلوقتي ايرور دايما بيقول لك روح دي ايه
undefined function of variable k. روح حط للك قيمة، واحنا اخر قيمه للكي هنحطوها اللي هي كانت التسعين، اللي هي بدايه المود التالت. ان انا لو جيت عملت ران دلوقتي هيبدا المود اللي يشتغل، وهو العلامات الحمراء راحت وبدا فعلا يطلع لي ان انا عندي في اي بي، واول ما خلصت ونزلت للزيرو هطلع في اي سي، وارجع اعيد الموضوع ده تاني كاسيمتري في النيجاتيف سايكل، وارجع اكرره في البوزيتيف سايكل. ابدا ازود دلوقتي الالفا ل 105، يعني احط الكي ايكوال 105 وابدا اعمل رن. هنيجي بقى للمشكله الجميله بتاعتنا، ان انا السيرستور اهي نزلت لصفر بس البطاريه لسه مكمله. ليه؟ عشان حاطط العرض بتاعها 60% ورجعت تشتغل تاني. تعالى بقى نتذاكى على الموضوع ونحط البولس ده 10%. انا هحط على اول واحده بس، انا ولا نحطهم كلهم مش مشكله. 10% ايه ده؟ كده باص صغيره جدا. هتلاقي ايه؟ ان هو هيشتغل الديك بيك واحده وبعد كده ديد، او ممكن تلاقي السيستم ديد من الاول لان انت دلوقتي في مشكله عندك. لو جيت عملت رن زي ما انت شايف ايه، حاجة رايحة في داهية. خلينا نكبرها سنة، نخليها 30% مثلا. ده السيستم اللي كان شغال من شوية لو انت واخد بالك، لما كنت حاطط 60%. هبدأ احط 30% اهو، وابدأ اعمل ايه؟ وابدأ اعمل رن. لحقت ال 30%، خلينا نجرب. لحقت، يبقى ال 30% ده كان عرض مناسب جدا ان انا ادي 2 بولسز. ندي حاجه في النص بقى 20%. طبعا بدل ما كان ممكن افضل اعمل كده ان انا اخلي المكان البرسنتج ده برضو كونستنت، احطه من كوماند ويندو مره واحده. دي حركه ممكن انت تعملها بدل ما انت تفضل تغير كل ده كل شويه. انت هتحط كونستنت زي ما حطيت الالفا وتغيره مره واحده من كوماند ويندو. برضه لحق، هو بيحصل له كولابس او بيقع لما بيبقى 10%. طب لو خلينا 15% اخر محاولة دي، 15%. طبعا احنا بعد كل ده هنرجع نرجعه 60 تاني، بس انا بوريك ان انت طول ما انت محقق التو بولسز، يعني عاطي عرض بولسية كبير، طول ما السيستم هيشتغل، غير كده مش هيشتغل. اهو بص السيستم وقع. يبقى ات مينيمم ويتس عشان ادي بلصتين ورا بعض واشغل الفيز الاولانيه، وبعد كده السيستم كله هيفصل، بعد كده اشغل اللاين الثاني اللي هو الفي اي سي يرجع يشتغل. احسن لي من الاول اريح دماغي واحط الرقم ده كبير عشان اضمن ان انا موجود في السيف ريجون او الدنيا تمام، مش هلاقي مشكله. خلاص زي ما انت شايف اهو، نرجع تاني. خلاص كده انا ظبطت كل البرسنتج ان هي تبقى 60%، وكده عملت ران اديني الشكل الطبيعي. هنبدا نعلي برضو الالفا تاني ل 120 ونشوف ايه اللي هيحصل. برضو بتقل اكتر، نعليها تاني برضو ل 135. هتلاقي ان الشكل بيبدا خلاص بقى المسافه ما بين البيك والبيك بتزيد وقيمه الفولتج بتقل جدا. لو وصلنا ل 150 هتلاقي ان خلاص كده شكرا، السيستم مش هيبدا يديني اي حاجه، اللي هو شبه هيس خلاص، مفيش اي اوبريشن، مفيش اي تشغيل، مفيش اي حاجه ممكن ابدا اخدها خلاص. وده دي صوره ممكن حد يوقف الفيديو ياخد سكرين ليها عشان يشوف المودز وشوف الالفات المختلفة ايه الاشكال اللي انا ممكن اطلعها. واختصار في الاخر، الاي سي فولتج كنترولر هو الانبوت اي سي، وبتبدا تكنترول الاي سي عشان يبقى الاوتبوت اي سي. ده نوع من انواع الكونفرترز. زي ما احنا عارفين في ممكن احول من اي سي لدي سي وساعتها ده بيتسمى ريكتفايرز، ممكن احول من دي سي لاي سي وده بيتسمى انفرتر، ممكن احول من دي سي تو دي سي وده بيتسمى تشوبر، وممكن احول من AC to AC وده بيسمى AC Voltage Controller.
فالناس اللي مش فاهم برضو المصطلح اتسمى ليه، بكل بساطة زي ما بقول لك هو من اسمه ان انت بتكود كنترول الاي سي عشان تطلع اي سي، هو نوع من انواع الكونفرتر اللي موجودة. اتمنى اكون غطيت اللي انا عاوز اقدر اقوله لكم، ويكون الموضوع بسيط والناس فهمت المطلوب وفهمت ازاي يشوف الويبز المختلفة، وشها فهمت الريجون اللي احنا قلنا عليها في المود التالت ايه معناها دي، ويعني ايه السيستم وقع لصفر. هو طبعا انت لما تجمع نظري بالسيميليشن، الناس اللي تقرا الموضوع ده نظريا، اذا كان في فرصه ممكن نبقى نشرحها ان شاء الله نظري بورقه وقلم على جنب، لكن لازم تجمع ما بين الاثنين، لازم تحط ده جنب ده. ماتلاب هتشغله ازاي اديني وريتك، لكن لازم تفهم النظري عشان يبقى الموضوع ملم ومجمع الدنيا مع بعضها. اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو، واي حد محتاج اي معلومه عن اي سي فولتج كنترولر ممكن تساعده ان انت تبعت له الفيديوهات توريه ازاي يشغل، واي حد عنده سؤال برضو يبعت لي. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للفيديو لو الفيديو عجبك والمحتوى عجبك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمه. احنا بعد ما خلصنا الريكتفايرز وخلصنا الاي سي فولتج كنترولر نبدا نتكلم على التشوبر، وبعد ما نخلص التشوبر سيركت سواء باك او بوست او باك بوست او سيبك، هنتكلم عن شويه كونفرترز، عاوزين نخش في الانفرترز بحيث ان احنا نبقى جمعنا اكبر عدد من الدوائر الباور الكترونكس، وده مينلي شغلي في الماستر، وان شاء الله يكون في البي اتش دي ان انا شغال باور الكترونكس. فاي حد عنده اي سؤال في الباور الكترونكس ممكن يتواصل معايا، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.